بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة وأعرب جلالته أيده الله في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمه مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبه التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو